السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار منهل النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي كتقدم لكم واحد المحتوى اللي هو متنوع، كاين فروض، كاين دروس، وكاين كذلك الدعم المدرسي، وكذلك كاين دروس باش توجدوا بالنسبة الطلبة والطالبات اللي كيوجدوا المباريات التعليم. هذا الفيديو للتلاميذ ديال المستوى الخامس اللي كيقراوا في كتاب المتعلم والمتعلمة مثل النشاط العلمي. إذا هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذا وصلنا للصفحة 56 من الكتاب المدرسي منهل النشاط العلمي اللي كتخص أنشطة التقويم والدعم ديال الوحدة الرابعة أسبوع 22. وصلنا للأسبوع الخامس في الوحدة الرابعة اللي كيخص التقويم والدعم. مزيان، إذا تقويم المكتسبات. إذا نبدأ بالنشاط رقم واحد. عندي واحد جوج ديال الأنشطة في هذا تقويم المكتسبات، كل نشاط به أسئلة. إذا النشاط الأول، ألف، أصف ما قام به مربي سمك الترونة، الرسم أسفله. إذن عندي هذا الرسم، هذا مربي السمك، هذا السمك ديال الترونة كيدير شي حوايج، غادي نوصفوه. ب، اقترح تفسيرا لنتيجة هذه المناولة. شنو هو التفسير ديال النتيجة ديال هاد المناولة؟ مفهوم؟ النتيجة هي هذه، غادي نفسرو كيفاش وصلنا لهاد النتيجة. جيم، استنتج دور كل من أنثى وذكر الترونة في التوالد. الدور ديال الأنثى والدور ديال الذكر في توالد هاد النوع من السمك. ثم أسمي عملية مزج البويضة بالحيوان المنوي والتحامهما. غادي نسمي هاد العملية ديال المزج أو الامتزاج أو الاتحاد البويضة بالحيوان المنوي، شنو كنسميوها؟ داكوغ. نبداو بسؤال ألف، غادي نوصف ما قام به مربي سمكة الترونة. باش قام هنايا هاد مربي السمكة كيتكي على بطن هذه الأنثى، كيتكي على البطن ديالها باش كيهودوا لها البويضات، داكوغ، وكيوضعهم في واحد الإناء. وهنا كذلك نفس الشيء كيديروا للذكر باش يهبط لنا السائل المنوي، وكيديروا كذلك في هاد الإناء. ثم نحصل على بيضة، وداك البيضة كتعطينا واحد الصغير ديال السمك. مزيان، إذا ألف، الإجابة هي كالتالي، يضغط، نديرو اللي كنشوفو، يضغط مربي السمكة على مربي على بطنها، نعم، بطن الأنثى، بطنها يعني الأنثى، لإخراج البويضات، وعلى بطن السمك الذكر لإخراج الحيوانات المنوية. صافي، كيبرك على البطن ديال السمكة الأنثى باش تعطينا البويضات، وعلى البطن ديال السمكة الذكر باش تعطينا الحيوانات المنوية. ب، شنو هو؟ اقترح تفسيرا لنتيجة هذه المناولة. إذا النتيجة هي هذه، حصلنا على بيضة وفي الأخير حصلنا على صغير السمك. شنو هو الاستنتاج ولا شنو هو التفسير ديال هذه النتيجة؟ إذا التفسير هو عندما رش المربي البويضة بالحيوان أو بالحيوان المنوي حصل على بيضة ومن ثم على سمك وسمكة صغيرة. صافي، إذا من بعد المربي ما رش هاد البويضات بالحيوانات المنوية حصلنا على سمك صغير، يعني حصلنا على بيضة، وداك البيضة فقصت وعطتنا واحد الصغير ديال السمك. جيم، استنتج دور كل من أنثى وذكر الترونة في التوالد. إذا شنو هو الدور ديال الأنثى والدور ديال الذكر في التوالد ديال هاد السمك؟ ثم غنسمي العملية ديال امتزاج البويضات بالحيوان المنوي والتحامهم. جيد، إذا الاستنتاج هو ضرورة وجود الذكر والأنثى لحدوث التوالد. ضروري هاد باش يحدث لنا التوالد خص ضروري الذكر والأنثى. صافي، وعملية مزج البويضة بالحيوان المنوي تسمى الإخصاب. جيد، وغادي نكونو سالينا النشاط رقم واحد. دابا غادي ندوزو للنشاط رقم اثنان.
نشاط رقم 2 هو كالتالي: ألف، ألاحظ الصورتين ثم أضع مفتاحا للرسم. إذا غنلاحظ هذه الصورتين، هذا الرسم توضيحي للمتعلم، ثم غادي نوضع واحد المفتاح، يعني غادي نعمروا هاد الأرقام. ب، أحدد دور العنصر رقم 2 في تكاثر الزهرة. هذا العنصر رقم 2 الدور ديالو في التكاثر ديال هاد الأزهار. جيم، أسمي العملية المشار إليها بالرقم 1. إذا الرقم 1 العملية المشار إليها، شنو هي، شنو كنسميوها؟ د، أسمي عملية اتحاد البيضة بحبة اللقاح. إذا داك الاتحاد ديال حبة اللقاح بالبويضة أو البويضة، شنو كنسميو هذه العملية؟ ه، وأذكر مصدر حبوب اللقاح والعنصر الذي تحول إلى ثمر. إذا غنذكر المصدر ديال حبوب اللقاح، وشنو هو العنصر اللي تحول لي إلى ثمر؟ جيد. إذا هذه الزهرة هذه هي زهرة الجلبان، وهنا ثمرة الجلبان. جيد. إذا هنا وعندي رسم توضيحي لمتعلم، واحد المتعلم درنا هذا الرسم هذا. نبداو أولا ب رقم واحد. رقم واحد هما حبوب اللقاح، هذو حبات اللقاح، حبات اللقاح. اثنان، شنو عندي؟ عندي المدقة، هذه واضحة راه المدقة، المدقة. ثلاثة، عندي بويضات، هذو هما بويضات، 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 نقطة، بويضات يعني داخل المبيض. رابعا، عندي سودات، مفرد أسدية. شوفوا خامسا، لاحظوا إلى ماذا يشير السهم. إذا خامسا عندي راه بيضة، بيضة داخل ماذا؟ داخل مبيضين، داخل مبيض. هنايا هذه هي الثمرة، بها بذور. إذا هنا هذه ثمرة وهذه بذور، صافي، بذور أو بذرة. بذرة خصني نكتب بذرة لأنه كيشير غير وحدة، ولكن معليش بذرة. جيد. إذا دابا درت المفتاح، يعني جاوبت على السؤال ألف. دابا ندوزو للسؤال ب، أحدد دور العنصر رقم 2 في تكاثر الزهرة. التكاثر ديال الزهرة، شنو الدور ديال العنصر رقم 2؟ العنصر رقم 2 هذا المدقة، الدور ديال المدقة يتجلى في ماذا؟ هذه سهلة جدا، يتجلى في إنتاج البويضات. داكوغ، المدقة، المدقة تنتج البويضات. داكوغ، البويضات، مفهوم؟ ثم جيم، أسمي العملية المشار إليها بالرقم واحد. رقم واحد العملية ديال رش حبات اللقاح في المدقة هي عملية تسمى الأبر، عملية الأبر. جيد. دال، عندي أسمي عملية اتحاد البيضة بحبات اللقاح. عملية اتحاد البيضة بحبات اللقاح هو الإخصاب، الإخصاب، إخصاب داخل البويضة، كيتم داخل البويضة، مفهوم؟ ها، والأخير سؤال أخير، أذكر مصدر حبوب اللقاح والعنصر الذي تحول إلى بذرة. مصدر ديال حبوب اللقاح، مصدر حبوب اللقاح ده هما الأسدية، أسدية هما اللي فيهم حبوب اللقاح، والعنصر الذي تحول إلى ثمرة هو المبيض. المبيض هو الذي يتحول إلى ثمرة بها بذور، صافي، بها بذور. مزيان، وكنكونوا عاوتاني سالينا النشاط رقم 2، وبهذا غنكونوا سالينا تقويم المكتسبات. دابا غادي ندوزو للتقويم التوليفي، صافي. دائما في الصفحه 56، تقويم توليفي اون فرونسي. جو مي اون ليجوند او شيما سي دوسو، يعني غادي نعمر هاد لي شيما، هادو هاد الرسومات التخطيطيه، بهاد الكلمات هادو. اون يوتيليزون لي كوكي اللي هي القوقعه، جون دوف اللي هو الاصفر البيض، فيسو سونغان اللي هما العروق الدموية، شومبغ أير يعني غرفة الهواء، فوتوس اللي هو الجنين، بلون دوف اللي هو أبيض البيض، ليكيد أمنيوتيك اللي هو داك هاد الليكيد اللي هنايا اللي هو واحد السائل، ها، ليتوريس اللي هو الرحم، لو فوتوس اللي هو الجنين، كوردون أومبيليكال اللي هو الحبل السري. جيد. دابا غادي نبدا نعمر هاد الكلمات. نبداو اولا بلوف دوازو اللي هي بيضة طائر، بيضة واحد الطائر. جيد، نبداو نعمرو، نبداو من هنا. اذا هادو شنو هو؟ هذا هو اصفر البيض، داكوغ، دونك هو داك جون دوف، ما هي جون دوف. اها، ثم غادي ندوز لهادي هما الشعيرات الدمويه، يعني لي فيسو سونغي، لي فيسو سونغي. جيد. وهنا عندي داك القوقعه اللي هي كوكي، اها، كوكي، مزيان. هنا عندي داك بياض البيض اللي هو بلون دف. هنا هذا هو الجنين، الفوتوس.
وأخيرا عندي داك شومبر أير اللي هي غرفة الهواء. مزيان، دابا غندوزو للجنين ديال واحد المعزة، داكوغ، فوتوس دو شافر، داكوغ، فوتوس دو شافر. مزيان، لاحظوا أولا شنو عندي هنايا، هذا هو الرحم، داكوغ، هذا هو الرحم، هذا كامل، هذا هو الرحم، إذا لوتوغيس. ثم هذا اللي لداخل هو داك الليكيد اللي كنسميوه حنا السلة، داكوغ، دونك ليكيد أمنيوتيك، ليكيد أمنيوتيك. ثم هذا هو الجنين، دونك لو فوتوس، فوتوس كوم سا. وعندي هنا الحبل السري اللي هو لو كوردون، كوردون أمبيليكال، أمبيليكال، داكوغ، لو كوردون أمبيليكال. وبهذا غادي نكونو كملنا لا كيسيون الأول، صافي. ندوزو لا دوزيام كيسيون. Je complète la phrase suivante. غادي نكملو هاد الجمل هادو. عندي l'animal est dans le foetus grandi dans un œuf s'appelle. يعني الحيوان اللي كيعيش الجنين ديالو داخل البيضة كيتسمى ovipare، اللي هو حيوان بايض، داكوغ، ovipare. Et celui dans le foetus grandi dans l'utérus de sa mère est dit. والحيوان اللي الجنين ديالو كيعيش في الرحم ديال الأم ديالو كيتسمى حيوانات فيفيبار، فيفيبار، بار، اللي هما حيوانات ولودة، صافي. مزيان، إذا الحيوان اللي الجنين ديالو كيعيش في البيضة هما لي زوفيبار اللي هما البيوضة، وهذوما لي فيفيبار اللي هما الولودة، صافي. دوزو لا تخوازيام كيستيون، لا ديغنييغ كيستيون. جيكري وي او نو، غادي نكتب نعم أم لا. لو فوتوس دو لا شيفغ اي نوري بار سا مير، الجنين ديال المعزة كياكل عن طريق أمه، صحيح، وي. Le foetus de l'oiseau trouve ce dont il a besoin dans les réserves de l'œuf. Donc le janin ديال الطير كيلقى الحاجيات ديالو في داك البيضة. نعم. وي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تتبعوا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، وتزيدوا تشجعوني باش نزيد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرى. ترقبوا الفيديو القادم ان شاء الله، غادي يخص الصفحه 57. ما بغيتش نكمل هاد أنشطة التقويم قدام في فيديو واحد باش ما يكونش الفيديو طويل وممل وتملوا وما تكملوش معايا. خليه ان شاء الله هاد الصفحه هذه اللي غادي نديروها في الفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.